عندي قطي طلع سليم شيبوب، برشا ملاعبية معاش انقلبت على سليم شيبوب بعد خاصة بعد الثورة، قالوا كلام في سليم شيبوب وما كناش نخلصوها وفكنا وما خلاناش وما نعرفش. شنو رأيك انت الموضوع هذا؟ ولاد اسبيرونس هذوما مثلا، فما طارق ثابت قال، عايد الحمروني قال انا ما عمل لي شيء يا خويا، انا ما عمل لي شيء يا حمودي، انا حتى كي مشيت وما وقفش معايا وقت المشكلة انا اسمه فوزي بنزرتي وقت ما يلعبنيش ويقول لي احمد يا اكبر منك خلي يلبس هو، نطلع انا قدام بعد نهبط انا نلعب انا المركي من بعد نلقى روحي، فهمت؟ ما جمله فهمت. شوف فما كوزيناتير ود ليسبيرونس بالرسمي، ود ليسبيرونس جامي يجبد حتى راه تضر وتكون خلص كاش كمان زعيم كان بلاستيك الجمعه اللي فات، ما عجبوش برشا الكلام، قال حتى برشا كلام خايف العباد هذوما، قالت لي نكروا في خير اسمي مشي بوب فوالا مثلا، بون ما نقولش انا هكا، ما يربي هذا، ما اللي يحب الرسمي ويحب الكاين هذاك ما سي باسا. قلت لي ما وقفش معايا في الخلاف مع فوزي، شنو كان الخلاف مع فوزي بن زكي؟ فوزي بون ما تعنيش فرصتي في الاسبيرونس كيما فو فما معناتها وقتها ينجم واحد ينجم ما يبداش من الاول، مين نجم يكون في الافكتيف معناتها نجم يكون قبل بونك قبل يلبسوا اربع بلاصونات، فهمت؟ مش كيما توا فهمت؟ دونك هذيك زاد عندها قيمتها، والاسبيرونس تحب ولا تكره معناتها جمهور الاسبيرونس ما يصبرش عليك ما يستنكش، لازمك حاضر، لازمك من النهار الاولاني انت جو سوي لا. علاش فوزي ما عطاكش فرصتك؟ نذكر هذه ماتش البطوله العربيه هبطت وما لقيت في ماتش هذاك، بعد تلقى روحك كيف كيف على البنك كالعاده. تي ما با قدام ديم فينال من البست اي علاش شنو صار؟ فهم صار كلام بيناتنا؟ لا والله شويتي صغار، نحن مازلنا نلعبوا تي تو 17 سنه اي فهم لاعبي حتى صغير عنده شخصيته، يقول لك انا كورت نستحق، كورت عملت ماتش بيت نستحق ناخذ فرصه. شوف نحن اللي تربينا في الاسبيرونس ما نجموش ما نجموش واو نتكلموا كان لعبك لا ما كان لعبك فيك وتصبر انت مازلك صغير وتصبر وانت في ذا كلوب ويزمك. ما حاولتش تحكي معاه؟ جملة عمرك ما حكيت معه؟ جملة والله ما حاولتش تحكي مع سليم شيبوب يحكي معاه؟ ما نعرفش من نوع سيرتو، قلت لي كان امن بيك ورش. نحن صغار والله طلعنا الله سبحان الله، نحن صغار قاعدين نلعب رواحنا في امل الله، جالس شو تفرج فينا هاي قبل ما ذوكم يطلعوا سينيور في نار الليل، لقينا رواحنا سينيور ونحن مازلنا مازلنا انا مازلت عام 17 الاخر 17 وشويه الاخر اربعه ولا خمسه من الناس، فهمت؟ ما انت ديجا انت لو فيت طلعت مع ليكيب سينيور راهو توا 17 سنه في الكاتيجوري نتاعو نمرو 35 ويبداو يستناو باش يلعبوا في الكاتيجوري نتاعو، ما تحكيش على ليكيب سينيور، فهمت؟ 17 سنه شوف فيهم معناتها تشوف فيهم لبرا كيفاش يلعبوا كيفاش معناتها. وقتاش خذيت الديسيزيون نتاع الخروج؟ ما خذيتش انا ما نجمش ناخذ، انا لازمني نصبر. من بعد جيت حمام لله في وقت وقتها الاسبيرونس ما عندهاش جول روبلاسون شكري، فهمت؟ زرقا طلع على امريكا يكمل يقرا على روح زرقا لقى محسن الراجي، لا شهاب زرق العيون محسن راشلي راشلي اكبر من شكري كمل وشوشان كمل صحيح، مي هو وقتها باش يجيب اسمه نوف اليزيدي وباش يجيب البغدادي نتاع الفولي محمد البغدادي فوالا، خذاو فلوس وقالوا يحبوا جواريت في بالو هو بشاعتين، قالوا له ليه نحبوا العالي ونحبوا رير جوش، فهمت؟ مشيت وقتنا وما كرم اكرم ما كرم شاشاي عملوا لي العام الثاني شاشاي عملوا لي، فهمت؟ صارت هكاك الحكايه، كي جاي قال لي طلبني قال لي يجا راهو هكا وهكا، ما قلتلوش ليه وما نخرجش شويه ما كناش نقولوا ليه مثلا، اما انا وقتها يلزمني نلعب فهمت، وغلطت انا وقتها كاني صبرت فهمت، غلطت تخرج حمل انف ما كان قعدت وصبرت شويه مع طعام والعامين ما كان تنجم تجيك فرصه تجيك تشيني فرصتي فوالا. فوز البنزرتي كان يقول لك خلي لي احمد كبير يلعب يقول لي سي شو اكبر خلي يلبس جوست خاطر هو اكبر معناها ورحمه بابا والله والله قال لي هذه في الكوبارا بذي عارف النهار اللي بعد وقت الماتش الثاني باش نلعب فيه انا فخري مد لي توني قلت له اعطي لي احمد قال لي انت يلبس تلموس تنست معناتها فهمت ما فهمت
وكي جيت فرصتي يرحم والديهم وزاد يرحم الالف فمشي. قدام ماتش لعبت في هذا تتفكرهم؟ ماتشات اميكو من الاول بريباراسيون ماركيت لعبت وقت ماتش ربحنا كرومبيل 5 ماركيت زوز بعد لعبنا كنت قدم برجع ماركيت بعد قعدت ما خديتش ماتشات رسمية نحكي رسمية ما خذيتش جوست بطولة عربية وماتشات ما خذيتش معناتها طون جو بالدي باش فهمت باهي لعبت ظهر لي عملت حاجة عملها ما صارت في حملة في الترشيقة ماركيت في الالية ظهر لي كهو 18 بونتو لعبت لي لعبت 13 ماتش في الالية وزوز ماتشات في الروتورة كهو بعد مشيت الاهلي معناتها 15 ماتش لعبت كهو شنو صار لقيت جوك في حملة في شنو خويا صحيح لقيت نجم تقول لقيت فورستك لقيت فورستي لقيت ناس فرحت بيا ناس وفرت لي معناتها صبر النجاح قال الراجل فهمت خدمت على روحي والحمد لله فهمت ما كلموكش وقت ترجي ما سورتو في بالي وقت بالقيمه هذه انا وقتها مصح ما حملني فهمت صح جات مشكله جات مشكله نتاع فلوس ونتاع درجنيه رجعت ترنيت مع اسبيرونس نهاري فهمت ومن بعد عاودت رجعت هذا بابي لالي وريتور وقتاش هذا مازلت في لالي وقتها بعد 8 ماتشات رجعت لدرجه ترنيت نهاري ترنيت نهاري نكهو فهمت شنو صار وقتها وقتها ما نعرفش شنو بيناتهم فهمت كلموك قالوا كي جا رجعت قالوا لي ارجع درا شنو مشيت شكون كلمك قلبت حملت ما جاش كلمني وقتها عم عامر عم عامر البحري قال لك حاجتهم بيك لهنا قال لي الرئيس حاجتهم بيك قال لك ايش هذول عم عامر ولا اي وبعد قال لك بلا مشي يرجع هكا معناها تصير الامور اي ما شنو ما نعرف والله ما نعرف وما لوجتش عليها جمله ولا حتى شيء بس عاجت الجمله والله ما كلمكش رئيس النادي وقتها كي شافك خاصه بعد ما كملت بيتور نتاع الشامبيونات انا وقتها سيء في الاهلي قبل الاهلي هو على اساس باش نرجع الاهلي ونرجع لاسبيرونس خرجت رجع مشيت الاهلي ومن بعد ما رجعتش لاسبيرونس ما نعرفش والله ما نعرف ما كلموكش لا عاودت صححت في حملة الفراغ عاودت كملت لعبت في حملة بعد العام هذاك رجعت لعبت في حملة انت كنت انا سلفتني بري حملة انت خرجت ما ترجي بيع على حملة شنو اي شنو معناتها مش بري لا مش بري اوكي معناتها ما عادش هذا ما ترجي لا ما عادش هذا ما تسبيرونس كنت عادم تسبيرونس لو سول انا وهي حملة ما حبتش بري معناتها فهمت جملة معناتها عملتها ملكية للترجي وانت مع حملة ملكيت لهم الكل فرحت بعض البونت برشا ملاعبيه ما يفرحوش كي مالك الفريق والام تحس كل قلبك معبي شويه ترشقت بعض البونت وحسيت لي ان هنا مظلوم حاجه هكا اسبيرونس نحي على شير اسبيرونس خطيه وقت على فوزي وقت مش اسبيرونس وقت على فوزي مش اسبيرونس حبيت تقول لك ظلمتني تي شنو ظلمتني ظلمني على الاخر الكره كلها معناتها ثنيه كلها شوك يا ما نتائج كانت موجوده وقتها مع فوزي بطل الفريق يا كان اي اخي وشنو شكون جوارات اللي عنده شكون جوارات اللي عنده مش معناها تحب تقول ملعبية جابتهم عليها تيترا اي انا تو كي تقول لي مثلا انا باش تقول لي انترنور كبير يقول لي خذ ليكيب متوسطة برا مشي خذ ليكيب متوسطة ما سميش تو جامعات في تونس خذ ليكيب متوسطة واز بيها شامبيونز ليغ عمل شد المستير عمل ريزولتا باهي هز بيها شامبيونز ليغ فهم في العالم الكل المدربين الكبار تعملهم جماعات الكبار كيف معناها في العالم الكل كاو معناتها انت رقيت ومشيت مش نقلل من قيمته معناتها كي نقول لك اكي ماريتولي قيمه ماريتولي وحده ايكيب عايز الحمروني وحده ايكيب خالد بن يحيى نبيل معلول شبيه ما تحبوش ولا تحبوا فوزي بن زهر ها ليه من الحمد لله من فضل ربي ما نكرهش انا حتى حاجه ما تقابلته بعدها ولا ايه والله تقابلت انا وياه وقت ايه تقابلت انا وياه برشا مرات اخر مره حسيت انه نحكي لك انا بطلت كوره اي قابلته وقتها انا وعايدي حمروني عايدي حمروني حاجته بيه وقتها هزيته انا مشيت انا قديمه عندها يمكن 13 سنه 12 سنه 10 سنين هكاك هكا عنده قضيه هو كيفاش كان اللي فات والله شو حكيت لا مشيت على روحها معناتها الكوره شوف قلت له شراك ظلمتني مثلا لا امبوسيبل ما تعطينيش فرصتي مثلا كيفاش نقول له شو معناتها لا ما شو حكيته معناتها باش نلوم عليه بمحبه لا نقول لك حاجه مش ببلوم معناها زيد راه زيد شو نقول انت ظلمتني ما عطيتنيش ولا عملت لي
اللي يتقبل حكيته كورة ولا ايه؟ شكون؟ اختك اتقبلت والله ايه حكينا كورة على قبل مثلا شو حكيته؟ حكينا على الاسبيرانس ايمة الاسبيرانس كيفيش معناتها حكينا على العيادي وعلى البليسيور تاع العيادي كيفاش كان يلعب عيادي عيادي راه كنت كي تلعب تلعب انت تلعب بفرد كيب تاع عيادي تبدا شيخ تفرش في عيادي يلعب جنبه صحيح راه عيادي القوة الربي عيادي حمروني والله لا يخلق لا بعد ولا قدام عيادي حمروني راه عايشك في مش نورمال مش نورمال بعد تفا شو راه يتولك المنتخب هاي في حملة في حمل معناتها اللي ما عملتوش معناتها تقريبا في ثلاث شهور برشا من لاعبين توقع سنه كذا كان ما عملتوش منتخب. باهي نقول لك ربي سبحانه وراه عادل كل واحد عطيه على قد تعب. انت كي تكون صغير ومواظب اي تترمى سيريو ومركز وعارف روحك شنو باش تعمل معناتها ما تجيش هكاك فماش واحد راقد في الدار ولا يترين ولا سيريو ولا عمل اللي خدم على روحه وجي يلقى روحه كيف الناس يلقى روحه بيتور يلقى روحه لعب كان 96 مشيت كان 96 مشيت كان 96 فما حاجه العباد اليوم قاعد تذكرك بها بحسن العلوي كيفاش دخلك كاسبر جاك وخرجك بعد 20 دقيقه شنو صار شنو فما وقتها هو وقتها ازرب في تدخيل في تدخيل اي هو كان ينجم يخلي لي من بعد كي قلبت هي التكتيك نتاعها فما حاسيل واحد قالوا لي نبدلوا نعملوا هكا ونخرجوا هكا ودرجه حاسيلو مشى مع الجوان نتاعو علي السلمي هكا اي هكا ما تشوفهاش خايبه في صورتك في حقك جمله زيد ما عملتش رياكسيون جمله شوف يا تكون قوي لهنا باش تكمل فابل في ساعه تيح ماكش انت وقتها كنت ماكش في فورمك يهبط ما اخي وصلت الكرة ما مسيتش كرة لا ما تمسليش كرة متاع متاع اوكازيون حاج شوف لاتاكون لاتاكون حاسبه بالكرة اللي جاته صحيح فوتبول مودير ما عادش انا نستناك انت انا تقعد كير تقعد روحي في كيفك انت كي انت تجي ماكش في نهار شنو نقعد الربع يضيع اسمه في نهار ما تنزوز انه بطالة واضح